الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق ربيع، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين الأستاذ أمين الناصر، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالتي عن نفسي ونيابة عن جمعية مهندسي البترول، فإنه يشرفنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الدكتور توفيق الربيع وزير التجارة والصناعة لتشريفه اللقاء الشهري لجمعية مهندسي البترول بالمملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سعيد بوجودي معكم، وكما ذكرت حقيقة أمامنا تحدي في هذا البلد لتطوير مهنة المهندسين، ولدينا حقيقة نقص شديد في المملكة في هذا المجال. يعمل في المملكة أكثر من 200 ألف مهندس، السعوديين أقل من 20% منهم، وهذا نقص حقيقة كبير جدا. ويمكن في أرامكو يعمل عدد نسبة جيدة من هؤلاء المهندسين السعوديين، والحمد لله حقيقة يعملون في شركة رائدة ومتميزة فعلا تخرج قيادات. وأعرف كذلك في هناك مجموعة منكم من شركات أخرى يعملون فيها، وكل الشركات حقيقة في المنطقة الشرقية معروفة بتميزها وإبداعها. نحن نعتمد في عملنا كثيرا على المهندسين. المملكة فيما يتعلق بالصناعة ارتبطت فعلا صناعتنا كثيرا بصناعة النفط بشكل عام، وكذلك صناعة مشتقات النفط. فلدينا مثال جميل ما حدث في مدينة الجبيل الصناعية من نقلة هائلة ونقلة في الصناعة، وصناعات حيث نفتخر فيها في مجال الصناعات الأساسية وكذلك ينبع، ولا زال هناك تطوير كبير. وأشيد كذلك بدور أرامكو في السنوات الأخيرة بتطوير هذه الصناعة ومشاريع رائدة حقيقة تقود تطوير صناعة ضخم جدا. ولكن أعتقد أن الفترة القادمة يجب أن نركز أكثر على الصناعات الغير أساسية وهي التحويلية، وهي التي تقود خلق الفرص بأعداد أكبر، وهي تقود قيمة مضافة كذلك عالية جدا، وهذه التي كذلك ممكن تبقى وتكمل في مجالات كثيرة الصناعات الأساسية. فدورنا في استراتيجية أن ننمي الصناعات الأخرى التي ليس بالضرورة تعتمد على صناعة النفط. ومن هذا المجال عملنا على إنشاء مجموعة كبيرة من المدن الصناعية التي تهدف إلى صناعات التحويلية في مناطق كثيرة من المملكة. نعم، المملكة خطت خطوات جيدة للصناعة، ويمكن في المنطقة تعتبر الرائدة صناعياً، ويعني وصل صادراتنا إلى أكثر من 200 مليار، ووصل دورها في الجي دي بي للمملكة إلى أكثر من 300 بليون ريال. لكن أعتقد لدينا فرصة كبيرة، ولدينا طموح كبير، ولدينا أهداف نقوم بها، ولا زال الطريق طويل، ولا زال أمامنا جهد أكبر لزيادة القيمة المضافة بشكل أكبر. This was a great event. I am so glad I was able to come and hear the minister. You know, I've come to many SPE section meetings here in Saudi Arabia. I've just been fortunate that the timing has worked out. And they've usually been pretty technical, oil and gas stuff. But here was a chance to see a high-level government official. And to my surprise and delight, not talking the party line and explaining, you know, some official, here's how we think, but he was just interacting, engaging, and really gave me a lot of insights into how Saudi Arabia is working to develop the industry and encourage engineering,
he seemed to be really grateful and appreciative for SPE as well as all the efforts of engineers and petroleum engineers in particular. So I really, really enjoyed tonight's meeting. Plus, I got to see a lot of old friends. تخصص الهندسة تخصص جميل. أتمنى أن أرى مهندسين أكثر. أتمنى لهم التوفيق. أدعوهم لفكرة فتح مشاريع خاصة لهم سواء مكاتب هندسية أو مشاريع أخرى صناعية. البلد في حاجة إلى مشاريع رائدة من هؤلاء المهندسين. دائما المهندسين يقوم بمشاريع بالإبداع والفكر خارج الصندوق. هذه ما نريد من هؤلاء المهندسين، أن يدعمون المملكة بمشاريع رائدة. نحن ندعم رياد الأعمال ونتمنى هؤلاء المهندسين يكون رواد أعمال يقومون بمشاريع تنمي اقتصاد المملكة في المستقبل.